مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقة ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيدة اعمال مميزة. رحبوا معي اليوم بمستر رعد، صاحب ومؤسس شركة سكوبا بروفيشنال لمعدات الغص. اهلا ومرحبا فيك مستر رعد. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية مستر رعد. ممكن تكلمنا اكتر عن حضرتك وامتى بدأت تأسيس شركة سكوبا؟ 100%. اول شيء انا حابب اقول لكم اخوان، اسمي رعد معايا من الاردن. احنا وكيل سكوبا برو في كل الامارات. بلشنا في 2014، كنا وكيل في ابو ظبي، بعدين في 2016 صرنا وكيل الامارات كلهم. ما شاء الله، الحمد لله. فاحنا عباره عن وكاله براند اسمه سكوبا برو معدات غطس. احنا الوكيل الوحيد في كل الامارات. كمان مره، اي حد عنده براند سكوبا برو داخل الامارات الحمد لله بيكون مخلينا من عندنا في المحل. طبعا شو المتميزات بسكوبا برو؟ احنا لا كوميرشال دايفنج، احنا ريكريشنال وتكنيكال دايفنج. معناته الناس اللي بيكونوا فاهمين الغطس بيكونوا فاهمين سكوبا برو معاهم. المعدات الغطس من سكوبا برو نفسهم بتنافسوا على اي براند ثاني للغطس، خصوصا في الامارات. ما دام طبعا زي اخوان زي ما انتم تعرفوا الامارات عباره عن تقريبا على شبه جزيره، فانت على كل زاويه من الامارات في عندك بحر تغوص فيه بكل رواحيه وبكل المعدات الخاصة اللي بدكم اياها. مستر رعد، حابين نعرف اكتر عن ايه الخدمات اللي بتقدمها سكوبا بروفيشنال لمعدات الغطس. 100%. طبعا احنا بنختص بكل شيء الخاص بالغوص. نعم. عندك من الماسك للوات سوتس للريجليتر والبي سي دي والفنس واي شيء ما بيجي يعني بيناتهم الجوز كلهم مع بعض. في اشياء بكون زي اكسسوارز او اشياء بسيطه بين كل قطعه. نعم. بكونوا موجودين كلها من شركه سكوبا برو. طبعا هسه في كل 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 براند بكون له مثلا تخصصياته بالشركه نفسها. نعم. احنا تخصصنا ثلاث شغلات اللي هو الريلايبيليتي الديورابيليتي. سكوبا برو هي بالعاده شركه ممكن تداين معك من هون ل 10 سنين او 15 سنه لو تهتم باغراض ثاونك. اهتم كيف؟ سيرفيس. هسه الريجليتر اصلا بالعاده عشان الملح والكلسه تحت المي لازم واحد ينظف اغراض بعد البحر. نعم. في ناس بيمسكوها وبيسدوها زي ما هو. خلاص. هو طبعا 100%، هو طبعا كثير غلط. لازم واحد يهتم باغراضه، يشيل الملح عنهم، يشيل المي اول ما يطلع من الغوص، يحط اغراضه داخل المي بمي صافيه على اساس انه يضلها داين معك الاغراض لمده 15 ل 20 سنه. ما شاء الله. طبعا هسه احنا غير احنا مسوي معدات الغطس، احنا بنسوي سيرفيس برضه. يعني مثلا لو عندك ريجليتر فيرست او سكند ستيج، في اشياء مكسوره بدها تغيير، عندنا سيرفيس داخل جوا بالمحل بعمل لك سيرفيس. والبني ادم اللي بعمل لك السيرفيس صار له 30 سنه بالشغل والحمد لله الحمد لله الحمد لله بحياته ما حد اعطاني اي تقرير غلط عنه. ما شاء الله، يعني متمارسين ما شاء الله بقالكم 30 سنه. ما شاء الله مستر رعد. مستر رعد، حابين طبعا نعرف اكتر ايه المميز في سكوبا. 100%. هسه احنا بنستخدم الماتيريالز او البضاعه اللي بنستخدمها على الريجليتر تاعونا. نعم. بكون مثلا ضد الكوريجن اللي هو ضد الاشياء المملحه. يعني هسه ماشي لسه بنقول لكم يا اخوان لما تخلصوا من الغطس لازم تحطوه تحت المي. نعم. بس احنا بنستخدم معدات او ماتيريالز يعني على اساس انه لما تنزل في الماء البحر ما تاخذ كميه الملح تلزق على الحديد وتصير زي مثلا زي عندك صدى او مثلا الكلس اللي ممكن يكون بين المعدات القطعه الصغيره اللي ممكن البني ادم ما يشوفها بالعين، بس مثلا لو حطيته على مايكروسكوب وشيء زي هيك ممكن تبين عليك وممكن يضطر الغطس اللي انت داخل تحت المي. اي نعم. فطبعا انتم يا اخوان لما تحكوا ريجليتر تحكوا عن حياه، فاذا كان في مشاكل بالريجليتر وقف الغطس، ما تنزلوش بالمره. مستر رعد، حابين نعرف نظرتك المستقبليه بعد 3 سنين من النهارده ان شاء الله. هسه ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله ممكن نحكي بعد خلاصه الكوفيد في الامارات. ممكن نحكي البزنس صار يرجع كمان مره، السياح صار تيجي على الامارات كمان مره. فكل ما فاتت السياح اكثر داخل البلد كل ما صار البزنس تاعنا احسن. نعم. السياح بالعاده بحبوا لما يشوف الامارات جاي على شبه جزيره، فالناس بتحب تروح الاشياء لها خاص بالبحر. فلما السياح يجي يشوف الاشياء البحريه فبصير محلات الغوص يستخدم المعدات اكثر. نعم. فاحنا هيك بنستفيد منها اكثر. فان شاء الله من هون لثلاث سنين، وزي ما انا شايف انه كل سنه بصير السياح تيجي على الامارات اكثر واكثر كل سنه الحمد لله. الحمد لله. فان شاء الله من هون لثلاث سنين نكون احنا واحده من احسن المحلات او احسن وكيل في داخل الامارات. ان شاء الله باذن الله. واحنا من قناتنا بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح ان شاء الله بالمستقبل. شكرا لك. مستر رعد، عارف طبعا احنا في اكتر بلد معروفه بالامن والامان، ازاي ده قدر يساعد حضرتك ان انت تستثمر هنا بالامارات؟ وحابين نسمع رساله شكر من حضرتك لقاده وشيوخ الامارات. طبعا زي ما انتم عارفين يا اخوان الامارات هي واحده من امن الدول، واتوجه رساله شكر لحكام وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الجهود والمبذولة لتشجيع الاستثمار داخل الإمارات العربية المتحدة. وطبعا أنا كبني آدم ساكن في الإمارات طول حياتي
ما بقدر ألاقي أي بلد آمنة أو أي بلد ممكن واحد ينبسط بالاستثمار داخل الإمارات غير الإمارات. نعم، والحمد شكرا، لله وشكرا على كل شيء. الحمد لله، شكرا، شكرا ليك مستر راد كتير. شكرا راد، حابين نقول للشهادة المشاهدين ازاي يقدروا يتواصلوا بشركة سكوبا. هسه في 3 مراحل ممكن تتواصلوا علينا فيها، يا على الانستغرام، يا على خط التليفون، يا على اللاند لاين. طبعا احنا لوكيشن تاعنا داخل دبي في جميرة 1، الإشارة قبل شاطئ الأمير الرئيسي تلاقينا على اليمين. شكرا، شكرا لاستضافتك مستر راد، شكرا ليك جدا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية، دمتم بخير وفي رعاية الله.